تقدر تاخذ صاحبتك وتشوف حالاتك. غنطلب منك حاجه واحده، قرطاسه واحده ديرها هنايا للوجه، وهذيك الساعه لا ديليفيرونس، سير فيما بغيتي، عمر ما يتبعك شي واحد. قال لي نشدو البيزنس كامل، كيما قلت لكم انا ما عنديش مع الناس اللي ماشي طاليين. بقيت نفكر واحد شويه، هو يقول لي سير فكر على خاطرك، وعيط لي في التليفون يقول لي شنو كاين. هذاك ولا يكون الثمن ديالك باش تاخذ الحريه مع صحتك. غادي نخرج من لا ريونيون عند فرانكي موريتزي، كالم ولكن وجهي مبدل، ونمشيو ديريكتومون لايروبور انا وفرانكي. في طريق لايروبور فرانكي ما سولني حتى شي سؤال، غادي في الصمت، عارفني ما باغيش نهضر، دونك احترم لو سيلونس ديالي. غادي نوصل للطيارة، غادي ندير ديزيكوتور، غادي نسمع واحد الموسيقى هادية. كان خاصني نلقى حل لهاد المشكلة الكبيرة هادي. الخيانة تتبدا و تتولد ديما بكذبة صغيرة، ولا شي معلومة ولا انفورماسيون تتحتفظ بها و متتبارطاجيهاش مع الناس. من لونتيكيتي عبر العصور إلى يومنا هذا، كلهم هادوك الخيانات العظمى جاو من جهة الناس الأقربين والناس اللي تنبغيهم. بقيت سالح مع هذيك الموسيقى وتنفكر في هذا المشكل، وشاق لي بعيد مشات لونتيكيتي ياما جول سيزار، كان رابح الحرب وهز روم تل السما، وكان داخل السينا باش يتوجه ملك. هذيك الساعه كانوا تقولوا لا امبرور، كانش يقول لا ملك. وكان عنده واحد الولد رباه وكان تيموت عليه، عزيز عليه، سميتو ماركوس بريتوس. بالدخله ديال سيزار للسينا كان فرحان يشوف وجه ولده، وما يتلاحوا عليه هذوك لي سيناتور كاملين، كل واحد خشى فيه موس، اشتركوا كلهم في الجريمه باش ما يكون حتى شي واحد بريء. واخر ضربه لهاد الجهه غادي في دارو، وتكون هي الضربه القاتله. غادي يدور وغادي يلقى ماركوس بريتوس ولده، تما غادي يقول هذيك القوله الشهيره، تانتا ولدي معاهم، توا وسي مون فيس. غادي يموت سيزار، وغادي يموتوا هذوك لي سيناتور، وغادي يموتوا اجيال، ولكن هذه الخيانه العظمى بقات مرسخه في التاريخ، عمره ما يمسحها. هذيك الساعه غيفيقني فرانكي، غايقول لي واش باغي تفطر. غادي نهز عيني في لو تيست ونقول له اعطيني واحد دوبل ويسكي. غايشوف فيا فرانكي ويقول لي راه الصباح هذا باقي الوقت على الويسكي، وما غاديش نجاوبو. واحد ساعة فرانكي غادي يهز القهوة ديالو ويبقى يحرك فيها بشوية، وغادي يقول لي ما عرفتش شنو طرا بينك وبين توني، ولكن بغيت نقول لك حاجة واحدة، أي قرار خديتيه ولا ديسيزيون خديتيها أنا معاك. هذيك الساعة غادي ندور عندو ونقول لي فرانكي واش متأكد الهضرة اللي تتقول؟ أي قرار؟ هو يقول لي على فيتا لا مورتي، هو يدير لي زيكوتور ديالو وكمل في التحرك ديال القهوة. ما كنتش عارف واش فرانكي عارفني علاش ندوي، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كنت متأكد منها هي اللي تيقول لك عن سيسيليا وسيرتو شي واحد جاي من كورليون على فيتا لا مورتي، سافي دير عطاك الولاء ديالو كامل سون كونديسيون. غادي نوصل لشيكاغو انا وفرانكي، كل واحد يمشي لدارو. غادي ندخل غادي نتلاح فوق واحد الكرابي، ما بقيتش باغي نفكر في هذا المشكل. طفيت التليفون ديالي، بغيت نفيدي ليسبري ديالي، شعلت التلفازة وبقيت نتفرج في ثلاثة ديال الافلام تابعين واحد مورا الاخر. واحد ساعة وانا الناس اول مرة غادي ندور المكانة، غادي نعشي 12 ساعة، غادي نفيق حتى الغد ليه مع العشرونس ديال الصباح. غادي ندوش وغادي نلبس حوايجي وناخد طونوبيلتي ونمشي لمصبانا. كان خاصني نعاود لويجي كلشي، نعاود ليه بلا طوني صيفطني باش نقتلو،
وكان هذاك هو الثمن ديال الحريه ديالي مع نوفا. بغيت نقول لي عاوتاني بالله لا ما درتهاش انا غايديرها واحد اخر، ولا ما دارهاش واحد اخر غيصيفطوا لي عاوتاني واحد اخر. كان خاصي ياخذ الاحتياط ديالو. طومبي بو لو بيزنس، نوضوا هاد الحرب واخا نخسروا فيها الفلوس بزاف، حيتنا كلنا درنا الفلوس. سي با غراف لا تقطع البيزنس شهر ولا شهرين ولا ميم عام. غادي نوصل للمصبانة، البيرو ديال لويجي جا في الفون. اول مره ما غادي نلقى حتى شي مافيوزي في المصبانة. دابيتود ديما كاين داخل الطوابل تشربوا كارطا ولا مريحين في البار ديال المصبانة. كانوا داير فيه واحد البار تيشربوا الويسكي، ما كان حتى شي واحد. غادي نوصل للبيرو ديال لويجي وغادي نورك على البواني. البيرو مسدود، غادي نشوف من الجاجة الضوم طفي. ملي غنكون خارج غيعيط عليا داك الغليظ ديال المصبانة وغيقول لي بلا لويجي ما كاينش. قال لهم بلا سافر ويرجع من الخمس ايام. تميت غادي لطونوبيلتي تنقول كيفاش لويجي ما عيطش ليا، ما قالش ليا بلا هو مسافر وكلشي في خبارو الا انا. انا هو الدوزيام في المافيا، خاصني نعرف كلشي. واحد ساعه وانا نقول كومام لويجي ساغيس هو البوس والكابو، ما ملزومش عليه يقول لي فين غادي. هذاك النهار كانوا عندي بزاف ديال الحوايج ما يدار، كان خاصني ندور على هذوك لي لابو ونشوفهم في وصلوا في لي ترافو، حيت السلعه كانت خاصها توصل من بعد جوج سيمانات. غادي نوصل للابو الاول وغادي نلقى واحد الميساج تعطوني تيهضر معايا فيه وقال لي واش فكرتي، وقال لي من الاحسن ما تاخذش بزاف الوقت في التفكير، حيت لخديتي الوقت تقدر ما ديرش هاد العمليه هادي. غادي نعيط ليه هذيك الساعه وغادي نقول ليه اني غيكون الجواب انا اللي غنعيطك باش يكون الجواب، وغادي نقفل معاه. يلا عمري ندخل لابو وتنحس بلي هذاك الميساج فيه شي حاجه ماشي هذيك. هو كان ميساج سامبل تيقول لي امتى غادي تفكر، ولكن الداخل ديالو كان شي حاجه ما رونات لي راسي. غادي نرجع وغادي نتسنت ليه في الطوموبيله شي جوج مرات، وهاديك الساعه غادي نرجع للدار ونبروشي التليفون ونبروشي مع باف كبير من بعد الفان سانكيم فوا. وغادي تكلاصا ليا الدم في عروقي حيت غادي نسمع واحد الصوت صغير جاي من المساج. خدمت مع لويجي 25 عام، وفي هذيك 25 عام فيما تيكون في شيرينو ولا فيما تيكون تيهضر مع شي واحد تيبقى يلعب بهاديك لاكروس سيكوريتي تاع 9 ملم وتدير نفس الصوت كليك، وكان هذاك الصوت جاي من هذاك الميساج. يعني لويجي كان معطوني هذيك الساعة اللي نصيفط ليها الميساج. الأفكار ديالي كلهم غادي ترونو، وكان خاصني شي واحد نبارطاجي معاه هادشي ويعطيني الرأي ديالو. فكرت في نوفا، ولكن نوفا الرأي ديالها غادي يكون واحد الرأي عامرة عاطفة، هي واحد الإنسانة بريئة ما تعطينيش الرأي اللي باغي نسمعو أنايا. الوحيد اللي يقدر يعطيني الرأي خاصني شي قتال هو فرانكي. يلا غنبغي نعيط لفرانكي والتليفون غيصوني، ما كايناش النمره، نيميرو ماسكي بين شي تليفون ساتيليت. غادي نقول الو، غادي نسمع الصوت تاع لويجي غايقول لي انا راه كاين فواحد ليخت خاصك تمشي لغدا للمارينا مع جوج، غتلقى واحد الباطو وغادي يوصلك عندي. غادي تواياجي فهاديك الباطو واحد 7 ديال السوايع، كاين واحد البيزنس خاصنا نحلوه انا وياك تماك. غادي نقطع معاه، وهاديك الساعة واحد الوجه اخر ديال بنجي تيستا ماشي وجه ديال الخلعة، واحد الوجه ما فيهش الشفقة. خرجت هاداك الوجه في 18 عام باش حركت هاداك السيرفر في طونوبيلتو. كنت عارف بلا داروني كبش فداء وغادي نكون انا هو جول سيزار، غيخشو فيا المواس ديالهم كاملين، واخر ضربة غتكون عند لويجي. انا عيط لفرانكي ونقول لي خاصك تجي عندي، خاصني ندوي معاك فواحد الموضوع. 25 مينوت من بعد كان عندي، عاودت ليه كلشي، بروبوزيسيون ديال طوني المصبانة
لابيل ديال لويجي ويعمر لي واحد الكاس ديال البوربون وشرب واحد جوج غمات وبقيت نفكر ويقول لي الحاجه الوحيده اللي نقول لك هي هاد القضيه فيها بزاف ديال الشكوك ولكن فيها واحد الحقيقه واحده هي غيموتوا بزاف في وسط هذاك البيوت و 9 ملم يخدم بجال واحد ساعه قال لي غدا مع الجوج غنكون في المارينا غادي نمشي معاك قلت لي فرانكي مشيتي معايا عند الكسندر لوبيز كانت عندنا 50% نرجعوا عايشين هاد المره جا كروا بورسونتاج طالع بزاف عندنا 20% بقاو عايشين هو يضرب فيا ويضحك قال لي كنا في الطياره قلت لك واحد الكلمه على فيتالا مورتي قال لي واحد الكلمه خرجت لجوج الناس خرجت لخويا الصغير وخرجت عليك انت غدا نتلاقاو في مارينا مع 14 على حساب هذوك المعلومات اللي كانوا عندي كانت عندي شي 30% بقى عايش في هذا الرونديفو مع لويجي داكشي علاش كان خاصني ندور شي سواليا زوينه ويكون اخر وجه غادي نشوفه وجه ديال شي واحد تنبغي غادي نعيط نوفا ونقول لها بغيت نعرض لك الريستورون اليوم باش نتعشاو بجوج بالنسبه ليا كان بحال لوتيم سوبي ولا الحساء الاخير ديال عيسى عليه السلام كان عارف راسو غيموت الغد ليه غادي نحاول ندوز واحد سواليا زوينه مع نوفا غادي نتسنت لها بزاف غادي نشوف الحركات ديال وجهها غادي نحاول نتشبع من كل من الحركات ديالها غادي نبقاو مقصرين حتى لشي 3 ديال الصباح من بعد قلت لها بغيت نقول لك واحد الحاجه مهمه قالت لي شنايا وجهها تبدل واحد شويه حطيت لها الكارت فيزيت ديال الكونطاب ديالي قلت لها خاص تمشي عند الكونطاب ديالي غدا مع 9 الصباح و سي اورجون ونتمنى دير هاد القضيه يلا بغات تسولني وقلت لها في ما بليزير سيري عندو غدا مع 9 الصباح الكونطاب ديالي كان حل ليا واحد الكونط في لي باماس هاديك هي لا روتريت ديالي 25 عام وانا تنجمع فيه الفلوس جمعت 450 مليون ديال الدولار وكانت بالنسبه ليا هاديك هي لا روتريت نهار طرا شي حاجه نغبر ونغبر بهاديك 450 عيط للكونطاب ديالي قلت لي غاتجي عندك نوفا غدا خاص تعطيها النيميرو ديال الكونط اللي كاين في الباماس وتعطيها لا كلي ديال الكريبتاج باش دير فيه اللي بغات يلا بغا يبدا يسولني قلت لي دير هادشي اللي قلت لك هو يقول لي اوكي الغد ليه مع 14 غادي نوصل للمارينا غنلقى فرونكي ديجا تيتسناني غادي نعيط للكونطابل غادي نقول ليه واش درتي هادشي اللي قلت لك مع نوفا قال لي توي اوكي غادي نمشيو بجوج واحد 6 سوايع في هذاك الباطو كان واحد اللي صايق بينا باطو صغير واحد شويه ولد بان لينا داك اليوت من البعيد كل ما تنقرب ليه كل ما تنحس بلا ليسبيرونس دو في ديالي تتقلب غادي نوصلوا لليوت وغادي ينزل واحد السلوم وانتم طالعين كل درجه بحال ديال شي واحد كونداني مطلعين لا بوتونس باش يشنقوا غير نوصل للدرجه الاخرى غيبان ليا ولويجي جالس مع توني موريتي حاطين واحد القرعه ديال الويسكي مرة توني موريتي كاين خوه واقف لي على ظهرو غيضحك لويجي ويجي يقول لي اجي جلسوا معنا يلا غادي نجلسوا غيقول لي لويجي راه لقيت الحل مع توني دونك هادوك المشاكل كاملين مشاو ولينا فاميلا وحده فرحت هذيك الساعه ويقولنا لويجي غنهزو كاملين كيسالنا وغنديرو واحد الطوست يلا غادي نهز الطوست وغادي ندير مع لويجي